مي القاعدة ما فهموش درك الوضعية كيفاش قال حنا كان الأول ترقية جماعية خلاص والوزير تكلم عليها وزير الصحة تكلم عليها يترقى 54 ألف شبه طبي وخلاص هذه الآخر من اليومين هذا ما كاش تطبيق تاعها حسب المجلس الوطني درك يشوف الوضعية ولا ما كان والو ولا كانت هاد مرحبا بها ما كان حتى مشكل ولا ما كانش درك المجلس الوطني ياخذ قرار تاعو